كمل السيمي فاينل فاينل تشامبيونز ليج. يا وي ترايد شيلينج ذا ستاف وي ستارت اب فيري ويل. بقول زي ما قلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه هيبقى ماتش لقاء صعب جدا وقد كان الماتش ده ممكن نصنفه كأنه ماتش الدور قبل النهائي أو نهائي البطولة. كان مباراة صعبة. احنا للأمانة احنا بدأنا كويس الشوط الأولاني بدأنا كويس واستحوذنا أول ربع ساعة كان الكورة كانت معانا أكتر من خصم ومن كورة واحدة من ضربة ثابتة من كورنر احنا كنا متوقعين إن احنا نسجل من كورنر بس ما كناش متوقعين إن يدخل فينا من كورنر من ركنية نمنا بس أحد اللاعبين نام وما مسكش فجابوا جون ومسكوا الماتش. وبس لازم نقول برضو إن ده فرقة كويسة فرقة بتلعب كويس وعندهم مهارات واحد لواحد. بس برضو برجع تاني بتكلم في موضوع الفار لأن في حاجات كتيرة بيبقى عليها كلام ولو موجود الفار هيحلها. ومرة تانية Yeah, we didn't make many chances, of course. طبعا ما خلقناش فرص كتير. But we had one to Nicolas. بس كانت جات لنا فرصة كان ممكن نتعادل منها. في الآخر في آخر مباراة. Unfortunately, we missed a good header. لكن للأسف كان هيد كويس وأهدرناه للأسف أهدرنا الفرصة. But it's okay, we move on. لكن هنكمل هنستمر خلاص. موجود لك في الفار. الاهلي لحد دلوقتي لعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا 6 جيمز ان الفار زي زي مباراه الحرس الوطني 6 جيمز ما اتحسبوش ضربه جزاء وي ميست وي هاد ا بينالتي ان ذا فيرست ان ذا داونز كان اللي حاسس ان هو ذا جول كيبر ماست جيت ا ريد كارد ليت جيت بيكوز اوف ذا فار انا جيت محمد شريف برضه لم يتم بينالتي كيكس بينالتي فور محمد شريف لماذا ليه الاتحاد الافريقي عشان العداله تتحقق بصوره كامله لازم يكون في الفار في الفار تعقيب على الامر ده in the group stage. But we think only the Euro Champions League and think in the group stage must have the VAR. Why don't apply the VAR? What do you think? Well, I always say, you know, we have benefited from VAR and also we had our challenges, results against us because of VAR. بقول لك الفار ساعات بيخدمنا ساعات في صالحنا وساعات برضه بقى في ضدنا او بقى في تحديات بسبب to really call it. It's very difficult to. They can't. We ourselves also sometimes I say offside. It's not offside. Sometimes it's as I think it's not offside. It's offside. صعب جدا للحكم الحكام مساعدين وياخدوا القرار الصحيح في لحظي قرار لحظي. احنا نفسنا بنبقى واقفين ساعات على الخط والكوره بنقول عليها تسلل ما بتكونش تسلل او بنقول مش تسلل وبتكون تسلل. But we should not be talking about that because I fortunately we didn't lose on a situation where VAR was supposed to be there. So we lost on a goal that is it's a normal goal. بس مفيش مجال نتكلم في ده لان لحسن الحظ ما خسرناش بجون بسبب غلطه فار. انا جبنا جون مظبوط الجول جه the difference between Libertadores and Asian Champions League to Africa Champions League the difference is 20 years. بيقول لك الفرق بين البطولات امريكا الجنوبيه وبطولات اسيا وبطولات افريقيا في فرق 20 سنه احنا وراهم 20 سنه متاخرين عنهم. وحقيقي يعني بتكلف كام يبقى في فار يعني هتكلف قد ايه؟ هتكلف قد ايه؟ If Egypt does it for every match. المفروض تتعمل في كل مباراه هيحصل ايه؟ But anyway let's not go to VAR because we lost. خلاص ما فيش داعي نتكلم على الفار عشان احنا خسرنا فما فيش مجال نتكلم على الفار. We are 20 years behind on this product of champions. بقول في بطوله افريقيا ده ابطال احنا 20 سنه متاخرين زي ما قال. That is going to be better. What this? Way better. What has happened? زي ما يكون اداءاتي افضل وتحسنت ومستوى تحسن فين؟ بين افضل فين؟ We still in the higher to issue. احنا لسه بعيد عن الموضوع لسه قاعدين برضه. No difference. ما فيش اختلاف حصل ما فيش اختلاف حصل ما فيش اختلاف. لو في تحسن حصل واختلاف حصل وروني فين الاختلاف اللي حصل. احنا مش شايفين for 8 years more than 8 years in fact with Super Sport United playing against Jean d'Arc بلعب ايام 8 سنين اكتر من 8 سنين ايام سوبر سوبر سبورتس يونايتد كان بيمرنوا لعبوا قدام فرق كبيره ومش فاكر من كام سنه من سنين طويله قدام اتحاد العاصمه قدام فرق كبيره ومع ذلك مفيش حاجه اتغيرت
وارجع تاني بقول احنا ما خسرناش بسبب موقف بسبب غلطه فار. حكي على صوتك بقى مستمع حياتك حكي على صوتك. Yeah, the heavy calendar you had, many many games in a row, affect the players, the attitude of the players. Yeah, we are not going to be here to be complaining about the heavy calendar we have. احنا مش هنا بنتكلم عن موضوع كثافة الماتشات او ماتشات كتير كانت على النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي. If we have nine players going to play in FIFA Arab Cup in 1 month, and you have 11 players playing in the Champions League for 1 month, and then you have one training session before African Cup of Nations. Yes, and you have one training session before your CAF Super Cup against the Moroccans, Raja Casablanca, one match, and then they go back, and then you have the World Cup. You even play without your players. And then you come back, you're going to Sudan, you come back, you have Merih, you come back, you have Pyramid, 3 days, and then you are here, and then you travel 10 hours. It's your life. It's the price you pay for being Al Ahly. بيقول لك يعني اذا كان جيت فتره تفقدت 9 لاعبين كان مع بطوله العرب بتاعه الفيفا, وفي 11 لاعب كان مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيه, ولعبت كاس السوبر واتمنت تمرينه واحده بس معاهم, جبت تمرينه واحده بس ليله الماتش وكسبت, وجيت بعد كده بعد الماتش ده دخلت على 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 ماتشات كتيره, دخلت لعبت في كاس العالم الانديه, بعد كده لعبت بطوله افريقيا, بعد كده لعبت في سان داونز هنا, بعد كده طلعت لعبت اول حاجه الهلال, رحت السودان لعبت سان داونز في القاهره, بعد كده لعبت المريخ وجينا هنا. بيقول على طول ده قدرنا, احنا نادي كبير, وما اعتقدش في نادي في افريقيا عنده الماتشات دي كتير متتاليه بالشكل ده. So if you want an easy program, don't have 9 players to play FIFA Arab Cup, don't have 11 players to play CAF Champions League, don't have player, don't play the CAF Super Cup, don't play the World Cup. عايز الموضوع يبقى سهل والبرنامج يبقى سهل, ما يبقاش عندك لعيبه بتلعب في المنتخب الوطني هنا وهنا عربيه وبطوله افريقيه وبتلعب البطولات الكبيره ونهائي كاس السوبر. يعني ده دي الضريبه احنا بندفعها عشان انت فرقه كبيره. بس احنا المفروض ما نشتكيش. انا افضل يكون عندي ده, افضل ده. افضل يكون عندي كده, افضل يكون عندي برنامج كثيف. في كثافه ماتشات افضل كده, بحبش ابص ورا. هبص اقول بشوف انا كنت جاي منين فين وعملت ايه وحققت ايه. العب ماتشات كتير, هلعب قدام بايرن ميونخ, هلعب قدام فرقه فوت, العب. ده كويس للاعبين وكويس ليا انا. يكون عندي برنامج سهل وماتشات قليله, بعدين ايه المشكله؟ يعني هبقى فين؟ هبقى بنافس على حاجات كبيره. Coach Audi wasn't great, but I think what's next in the group? The problem is the in the group? Yeah, we've got 2 games to play. صوت مش واضح, بيقول له ان في وسط في الماتشات الجايه لسه فاضل لها ماتشين نلعبهم. We should stay where we are. فده في الحاله اللي احنا فيها, في الموقف اللي احنا فيه, فوقف في اللي احنا فيه. You have to win the next 2 games. وعشان تعمل ده وتبقى واقف, يعني واقف على رجلك في مكان انت فيه, لازم تكسب الماتشين اللي جايين عشان عندك الاريحيه. And the 2 games in Cairo. والماتشين اللي حصل حظ الماتشين الجايين في القاهره. We have no excuse. ما عندناش اعذار ان احنا نتاهل. وحصل عندنا مواقف زي دي قبل كده. دي حياتنا, يعني احنا كفريق كبير. احنا نادي كبير, نادي الاهلي. طبعا هتبقى صعبه. It is tough. بس الاهلي طبعا صعبه. But I think the emblem tells you that it has been tough for many years. بس شعار النادي بيقول لكم اكيد بيشوفوا النجوم شكلها ايه, بيقول لك طبعا كانت فترات كتير كانت صعبه ومع ذلك حققنا انجازات. It's going to be tough. طبعا هتبقى صعب مش تبقى سهل. Any questions from the top? Please go ahead. Coach, good afternoon. It's Kanis from Sport.com. Coach, in your long career, you have experienced what they call second, third season blues. You've had a lot of second? Second or third season blues.
Blues. Yes. Just be simple with me because you are too abstract. You know? I'm a football coach, remember? So speak easy. No, I hear you. Yes, I'm not an academic and intellectual. You know, the first and second seasons where you win a lot of trophies, then there's that struggle that comes in the third season where you ask whether the team has the same passion or the same hunger to achieve the successes that the team has had over the past two seasons. You mean unluckily? Yes. You feel that they are there now where you've had so much success over the past two seasons, the players are struggling to raise themselves now again. You can only say that if we don't qualify. Can only say that. If you qualify, you can't say that. Because I didn't make this team to be where it is. I didn't provide anything on the badge, on the logos. Okay, I contributed to a few stars. But I didn't make this team. This team has been the way it is, has been played many games and has been through the thick of things. Yeah, so for me to say that there was no hunger, there's no hunger. No, I don't know. You got to understand that we have to go to the last two games and then we go to knockouts, you know. All the time, group stages will deceive you. You have experience of the group stages. Look for the last 2-3 years. You can win 6 out of 6 and stay number one. Let's go to knockouts and semifinals. And now, don't go to Morocco because it's open now. They have 50,000. Go to Tunis, they have 50,000, they're open. It's a different game. Unfortunately, in Egypt, we don't open that much. We wish that could open. It's a different game. هو بيسأله سؤال بيقول انت شايف ان النادي الاهلي بعد الانجازات اللي حققها بطولتين افريقيا ورا بعض اللعيبه ما بقاش عندها النفس المفتوحه والرغبه في الفوز زي قبل يعني زي عندهم تشبع فقال لهم اقدر اقول ده لو احنا ما تاهلناش بس احنا عندنا فرصه كبيره بص شعار النادي النجوم الكبير اللي عليها دي انا ما عملتش حاجه في النادي انا جاي لقيت النادي ده عنده الرغبه في الفوز وعنده القوه وعنده الكلمه العليا دايما في اللقاءات وعايز اقول لك على حاجه ان مجموعه الدوري المجموعات مش دايما بيكون بيعكس الوضع لان فرق كتيره بتتاهل بتبقى بصعوبه وبتاخد البطوله فرق بتاخد ممكن تاخد 6 نقاط بتاع او النقاط كامله بتاعه الدوري المجموعات وشوف هتعمل ايه بعد كده في خروج المغرب في الادوار الدور بعد كده دور ربع النهائي والنصف النهائي والنهائي دلوقتي فرق مثل زي المغرب دلوقتي خلاص فتحوا الجماهير ممكن 50,000 تونس نفس الموضوع روح هناك وحاول تكسب شوف هتكسب ازاي للاسف مصر ما اتفتحتش قوي الجماهير مش مسموح بجماهير كتير اتمنى يسمحوا لنا في مصر نلعب عدد جماهير كبير برضو عشان يبقى فيه يعني في يعني تساوي في الفرص مع فرق شباب صن داونز هاز ان اوبورتونيتي تو وين ات ناو سينس 2016 بين تو لونج سنلوز اخر مركز بقى 2016 اعتقد دلوقتي عندهم فرصه ان ممكن يكسبوها so they've invested a lot of money and on players and you could see even in the December transfers they've really invested a lot of money even more than us استثمروا فلوس كتير واشتروا لعيبه كتير جدا في ديسمبر في فتره الانتقالات جابوا لعيبه شوف اللعيبه كتير موجوده حتى اكتر مننا جابوا لعيبه كتير and the pressure is on them they have to win it now والضغط عليهم دلوقتي فوتهم ما يكسبوا I mean they can beat Al Ahly home and away so you must as well as win اذا انت تكسب الاهلي ذهاب على ارضك وبره يبقى انت لازم عندك لازم تكسب البطوله في ضغط عليهم دلوقتي the Paris Saint-Germain story again لو ما كسبتش هتعمل زي باريس سان جيرمان نفس قصه باريس سان جيرمان and then you can win it in the group and group you're good the trophy تكسب دوري المجموعات تبقى كويس تاهل من اهم حاجه اكسب الكاس اكسب الدرع وحطه على الترابيزه then we talk اكسبه وحطه على الترابيزه خلينا نتكلم بقى ليها كلام تاني now it's okay part of football. دلوقتي جزء من كره القدم نتائج. We lost to drew against this Vita at home. Yes, all the group stages. I mean, we are just coming. السنوات السابقة اتعادلنا مع فيتا على أرضنا وخسرنا من سيمبا بره وده برضو كان بيحصل. We dropped so many points at home. وأهدرنا نقط كتيرة برضو على أرضنا قصدي بتكلم على الماتشات على أرضنا ومع ذلك تأهلنا. I think you know the story at the end. بس أنتوا عارفين القصة انتهت إزاي النسخ السابقة. There's somebody here. Shabalala, I think please just go ahead online. But he asked again. Didn't he ask before? I think there's another Shabalala, Mr. Shabalala okay. there. Mr. Usmani. Two Shabalala. Okay. Shabalala, please go ahead. Yes, the remaining two games are cup finals, of course.
بالرغم من النتيجه بيرخارد لك وبالرغم من النتيجه انت افضل مدافع في افريقيا ولسه فرص ليك عندك فرص في التاهل انت فاضل لك ماتشين فقال له انا فاضل ماتشين ممكن نكسبهم ونتاهل and the pyramid game on Tuesday Wednesday was also cup final الماتش الاخير برضو اللي لعبناه يوم الثلاثاء يعتبر برضو كانه نهائي كاس تومينيك اب فاينلز يعني كل بطوله بنلعبها كانه نهائي كذا بطوله اصغر ماتش بيراميدز والماتشات السابقه كلها باهميه كانها نهائي بطوله There's always drama here when I come in. Yeah, but they said there was an official complaint launched the match commissioner over what happened. But what complained that I moved the barricades because the road is blocked. Can you explain what exactly happened? Okay, he must talk about what happened in the Atresville Fest when they blocked the bus. والمدرب الفريق آخر قال أنت قدم شكوى رسمية. When they said that my mother and my family. فلنتم مش عارفين. I don't want to open a lot about Sundowns. I'll tell you what happened. Even when we played Sundowns last week and all that, there's too many things personal to me. But I'm over those things. I don't want to talk because it's unbelievable. It's unbelievable. I don't want to talk anymore. You know, it's okay. I'll talk on my book, on my documentary. You'll get shock of your life of what's happening. Even now, every match before me, before my every match, they're still behind me. They're still after me. These people. They don't leave me alone. I've moved on. You've got a good team. You've got three coaches. I mean, really? What do you want? Move on. Believe me, I'm gone. I've done my best. I've given you a great team. Why are you after me? What do you want to achieve? بيقولوا المدرب الفريق بيقول انت قدمت شكوى رسميه قال له اه انت مش عارف عملت ايه اساله خليه يقول لك بالظبط انا عملت ايه انا نزلت وشلت الاسوار في الشارع عشان مقفول الطريق بنفسي وانا انا انا مش عارف وده مش بيحصل وشتموني بامي انا مش عايز اتكلم عن سان داونز بيلحقوني على طول بيضايقوني على طول مش الماتش ده حتى الماتش اللي قبل كده الماتش كان من اسبوع من فتره كان في مصر والماتش اللي قبلناه السنه اللي فاتت على طول يعني هم عايزين رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين يمكن شفنا من مستر موسيماني طبعا على وشه علامات الحزن بسبب نتيجه المباراه ولكن